حضرنا بوعده عد الحياة اللي وابله
لطامة العيل وفى المقف ترد ونرجعها
يكسرها لذاعه شك وريب مقنعنا قناعة تاريخكم ما فيه شك وريب مقنعنا قناعة وحنا ذوي ثعلي حجاب للقبيلة والجماعة وحنا ذوي ثعلي حجاب للقبيلة والجماعة وبالرشيد الشمري يشهد لنا وقت الزحام يا مرحبا يا ولاد ذايب عدة حروف الطباعة يا أهل الكرم يا أهل الكرم وأهل الوفا والطيب ورجال البراعة يوم الزمان اللي مضى والدار عاوي تنسباعة لطامة العيل وفى المقف تردون الجهام الله يبارك فيك والأحداث تنقلها لذاعة تاريخكم ما فيه شك وريب مقنعنا قناعة حنا ذوي ذعلي حجاب للقبيلة والجماعة وبالرشيد الشمري يشهد لنا يوم الزحام وثاني حنا ذوي عليها للطلاتم قررت الوزاني يوم انها صوله وجوله والمعارك شئم والدم مجاني هنا غريق البحر بالفيرق من اللاذب حمانا واليوم كل الشعب ينعم من عم الرخاء والامن في ظل الملوك والثالثة انتم وحنا من سلاير روق فالموقف مروي السلاني شرابة الفنجال الاول يوم راح العشر ترجع للثماني نم من قطير الطنبة ونحشر الخوي ومزبنين الجاني واعتيبة الهيلات شرفنا فعايلهم ولا فيهم شكور مرحبا مرحبا بربع المورقة مرحبا بربع المورقة هلا حيا الله من جديد عيد العيال يصرفون في لزوم لا غرب ولا البياني يوم مرويانها في ربوع المملكة ومن القطيف يا تبوب من قومها العموج راح الصيت ولا السرج في ظهر الحصاني مبروك يا ناصر سليل المجد رم على جدك وقوم والثانية حنا ذوي عليها لطالة مقرر الوزاني يوم انها صوله وجوله والمعارك تدعم والدمع جبنا غريق البحر بالبيرق ومن لذبح ما نما يهاني واليوم كل الشعب ينعم بالرخاء والمن في ظل
الشيخ بعد قبل اهلي المشاعلي الحربي وعياله والشاعر عبيد الله بن مرزوق المشاعلي الحربي مرحبا حياهم الله. اول السلام تسليم الوفا لاهل الوفا والطيب درفنا اليماني عز وشرف للي حضر في حفل شيخ من عرفنا المجاني من قومه العموج ونعم ونعم يا تعالى قطو قطو حياكم الله قطو حياكم الله. الرد على احداثه يعاني، رد السعالي على احداثه يعاني. يا مرحبا ترحيبي وفي يدي وعلي جزيلنا المعاني. ما يلحقنا ظنون ولا شكوك.
السلام اللي ذكرته ضامن نحله ضماني حسب الكلام اللي ذكرته ضامن نحله ضماني جوالك اللي تنقل في وسط جيبك من مكان يا مكاني يا مرحبا ترحب وافي يا ذوي علي جزيلنا المعاني قدر وفاء عداد ما سارت خطاكم من دياركم للمحاني الله يحييكم على المجوب يا اهل الطيب وظهور السماني والله يبارك فيك ويحييك في حلة رجال ما شنوك وحنا ذوي ذليل يا ركب الرشا فوق السواني تعرف مواقفناك ما يعرف النجم اليماني ما قطع علقنا على الأجناب والأصحاب مهما كان يعاني وانتم وحنا يا ذوي علي ما يلحقنا ظنون ولا شكوك واللغز يا راعيه واضح ما يباله لا كلام ولا بياني حسب الكلام اللي ذكرته ضامن نحله ضماني جوالك اللي تنقل في وسط جيبك من مكان اليا مكاني لكن نعلم به يا بن علي ليا من الرياجل انشدوك طلع اقطوا 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 حلكم هلا يا مرحبا ترحيب تنتازا بلد وجبال هلا باسم الشيوخ اللي مواقفه تشرفها هلا يا مرحبا ترحيب تنتازا بلد وجبال على الوفا والمجد والأفعال
وشحم ودلاله مجهزت الراع كيف ما نحسب كلايفا سبك لا يفهم.
ترحيب تنتزع بلد وجبال. هلا باسم الشيوخ اللي مواقفه تشرفها. Yeah.